أهلا بكم أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من بريد باريس، وفيها افتتاح الأولمبياد والهدنة السياسية والتصعيد في الشرق الأوسط، أبرز انشغالات الصحف الباريسية، ثم نقاش وتحليل مع الكاتبة والصحفية الفرنسية أنجليك فيرات، وفي إطلالة على أبرز الوجوه العراقية بباريس حوار مع الشاعر والمسرحي صلاح الحمدان. الصحافة الفرنسية وما تناولته خلال الأسبوعين المنصرمين كان في أغلبه عن انطلاق أولمبياد باريس وحفل الافتتاح الذي أثار ردود فعل تختلط بين الإعجاب والانبهار والتحفظ والاستياء. فقد احتفت لوفيغارو بحفل الافتتاح الذي ارتقى بحسب تعبيرها إلى مستوى الحدث، ولم يتمكن المطر المنهمر من إفساده. وجاء في مقال نشرته بعنوان حفل افتتاح الأولمبياد يغوي الجميع، أنه بعد قرن من آخر تنظيم للألعاب الأولمبية الصيفية تألقت باريس بليلة افتتاح مجنونة من الألعاب النارية والعظمة الفرنسية وعروض النجوم العالميين الذين شكلوا مزيجا مبتكرا بين التقليد والحداثة. وبحسب المقال فإن كل شيء سار بسلاسة رغم المطر والأخطاء في التذاكر المعروضة وارتفاع أسعار المشروبات على المدرجات. أما صحيفة ليبراسيون فقد تناولت المشاركة الاستثنائية للمغنية الكندية سيلين ديون رغم مرضها، وجاء في مقال بعنوان الأولمبياد يعيد سيلين ديون إلى المسرح، أن ديون ارتدت فستانا أبيض ووقفت في الطابق الأول من برج إيفل وغنت نشيد الحب لمغنية فرنسا الأولى الراحلة إيديث بياف، والتي غنتها بعد الوفاة المفاجئة لزوجها الملاكم الفرنسي الشهير مارسيل سردان. كما فقدت سيلين ديون أيضا زوجها ومدير أعمالها روني أنجلين في عام 2016، فكان أداؤها معبرا عن ذات المعاناة والألم، لتقدم ديون واحدا من أقوى عروضها والذي شبهته الصحيفة بالألعاب النارية التي اختتمت الحفل. أما صحيفة اللوبس فقد اعتبرت أن الحفل قد قدم وجها مختلفا لطريقة الاحتفال بالألعاب الأولمبية، وتحت عنوان حفل الافتتاح لم يكن تغييرا في المشهد بل تغييرا في الثقافة، نشرت مقابلة مع المؤرخ جورج فيغاريو، والذي اعتبر أن استبدال استعراض الوفود من ملعب مغلق إلى فضاء مفتوح في قلب باريس وعلى أمواج نهر السين لم يكن مجرد تغييرا في المشهد بل كان تغييرا في الثقافة. إذ تحولت الرياضة في باريس من احتفال إلى خطاب رياضي بمعايير إخلاقية من التوسع والارتقاء. هذا الرأي لم يعجب الكثيرين ممن شاهدوا الاحتفال الافتتاحي حول العالم وفي فرنسا المضيفة بالذات، إذ أصدر مؤتمر الأساقفة الفرنسيين بيانا يستنكر مشاهد الإساءة للديانة المسيحية في إشارة إلى تجسيد مجموعة من المثليين والمتحولين للوحة العشاء الأخير للرسام ليوناردو دافنشي. ولم يقتصر الاعتراض على رجال الدين بل تعده إلى السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين في فرنسا، إذ وصفت فاليري بوير عضو مجلس الشيوخ عن الجمهوريين المحافظين ذلك بأنه رؤية مختلفة لتأريخنا تهدف إلى السخرية من المسيحيين. إقامة الأولمبياد فرضت هدنة سياسية أعلنها الرئيس ماكرون تنتهي بانتهاء فعاليات الأولمبياد، لتشكل بحسب صحيفة جورنال دو ديمون فرصة لإخفاء الواقع السياسي المتأزم. وجاء في مقال بعنوان ماكرون يبحث عن معادلات غير موجودة كتبه أرنو بينيديتي، أن فرنسا تمر بشلل دستوري، فالرئيس ماكرون غير قادر على تسمية رئيس للحكومة وليس لديه إمكانية للتحالف مع اليسار في الوقت الحالي، وأيضا ليس لديه الفرصة للتحالف مع اليمين لأسباب حسابية تتعلق بعدد المقاعد. أما مع الجمهوريين فالجناح اليساري من معسكره لا يقبل بشروطه. واعتبر الكاتب أنه لا يمكن للبلاد أن تصمد لفترة طويلة دون حل مشكلة الحكم، رغم أن فرنسا ديمقراطية برلمانية لكنها أيضا تخضع لنظام شبه رئاسي.
هذا يعني أن القادة السياسيين الرئيسيين يترقبون الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية في عام 2027، لكنه موعد بعيد لا يمكن البقاء في الشلل السياسي لثلاث سنوات قادمة. من أجواء الأولمبياد والسلام في باريس إلى أجواء التصعيد الأمني الذي يشهده الشرق الأوسط، خصوصا عقب إقدام إسرائيل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، حيث استعرضت صحيفة الأمور صعوده إلى قيادة الحركة ثم دوره المؤثر في بناء تحالفات الحركة، فتحت عنوان إسماعيل هنية مهندس التحالف بين حماس وإيران، كتبت إيلين سالون مقالا عن أبرز مراحل صعود هنية إلى رأس القيادة في الحركة وتعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحماس في عام 2017 خلفا لخالد مشعل، ثم مغادرته بعد عامين لقطاع غزة للإقامة في قطر. وتقول الكاتبة أن إسماعيل هنية كان محاورا برغماتيا لعب دورا محوريا في بناء القدرات العسكرية لحماس، خصوصا بعد ترسيخ العلاقة مع إيران، لكن بعد 7 أكتوبر 2023 كان هنية محاورا متميزا ليحيى السنوار الذي خلفه في قطاع غزة، فضلا عن دفاعه عن ذات المطالب المتمثلة باشتراط وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلي. قرار المضي في التصعيد ومواجهة أطراف متعددة ترى فيه صحيفة لومونيتي استراتيجية يتبعها نتنياهو، الذي يعرف أن مستقبله قد ينتهي خلف القضبان ولن ينقذه غير الاستمرار في حرب دائمة. وجاء في مقال بعنوان 3 أسئلة لفهم الأزمة في الشرق الأوسط للكاتب بيير بارباناسو أن على نتنياهو أن يكون قادرا على تسوية خلافاته مع الولايات المتحدة، لذلك هو يمعن بتوتير العلاقة مع إيران. ولفت الكاتب إلى أن نجاح اجتماع بكين بين قادة حماس والسلطة الفلسطينية قد أرسى وحدة فلسطينية جديدة اتفقت على إقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي أدى بنتنياهو إلى الإسراع بكبح جماح هذا التطور رغم ما سينتج عن الاغتيال من تقوية لجناح التشدد داخل حركة حماس الرافض لتقديم التنازلات لإسرائيل. ثم خلص الكاتب إلى القول أنه على الرغم من احتمال تجميد المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار إلا أن الحرب الشاملة مستبعدة، فتل أبيب تتجنب حربا مع حزب الله وإيران أيضا لا تريد. ولمناقشة المحاور الرئيسية التي شغلت الصحافة الفرنسية خلال الأسبوعين الماضيين نجري حوارا مع الصحفية الفرنسية أنجليك فيغال. أنجليك فيرات مرحبا بك. مشاهد الاحتفال بالمثليين والمتحولين والإشارة إلى التدين عبر تجسيدهم للوحة العشاء الأخير في حفل الافتتاح يرى فيها البعض إظهارا للتنوع الذي يتمتع به المجتمع الفرنسي، بينما رأى فريق آخر بأنه رمز لتدهور القيم الأخلاقية في المجتمع الفرنسي وفي الغرب عموما. كيف قرأت تلك الإشارات؟ Je ne crois pas qu'il y a un, pour moi un vrai message ou alors il est raté. بالنسبة لي لا أعتقد أن هنالك رسالة حقيقية أو إذا كانت هنالك رسالة فهي لم تصل. Ça ne représente pas la France. أتساءل ما علاقة هذه المناظر بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية؟ إنها لا تمثل فرنسا. نعم قد يكون اندماج المتحولين جنسيا أو البدناء مشكلة، لكنها ليست مشكلة فرنسا لوحدها. لا توجد رسالة رياضية في ذلك. السؤال هو هل يساعد ذلك حقا في اندماج تلك الفئات أو الأشخاص المختلفين وتقبل المجتمع لهم بشكل أفضل؟
de mettre une drag queen أشك في ذلك. ou quelqu'un لقد أرادوا إثارة ضجة، وإلا لماذا وضعوا هذه الشخصيات، مثلا رجل عار أو أشخاص متحولين، ثم ينكروا القصد في تجسيد لوحة العشاء الأخير ولا المسيح؟ لكن هذا غير صحيح، لأننا جميعا كمسيحيين أو غير مسيحيين نعرف أنهم تعمدوا الإهانة بتجسيد اللوحة الشهيرة. في النهاية لابد لهم أن يتوقفوا عن استقبال الآخرين. عدا ذلك فقد شهد الحفل لحظات رائعة، مثلا لحظة إيقاد الشعلة في بالون طائر، أو لحظة غناء المغنية الفرنسية من أصل مالي آيا ناكامورا مع جوقة الحرس الجمهوري. تلك الصور واقعية معبرة عن فرنسا. أما التجسيد الفاشل للوحة العشاء الأخير مع هؤلاء الممثلين فلم أفهمه، وأعترف بعدم جدوى وجودهم في الحفل. Avec une drag queen, moi j'ai pas compris. J'avoue, je trouve que ça avait rien à faire là. ما زلنا في الحديث عن الأولمبياد وأثره على الموقف السياسي للرئيس ماكرون. هناك استطلاعات أشارت إلى بعض الصعود في شعبيته بعد نجاح إقامة الأولمبياد. هل تجدين ذلك عاملا مساعدا له للخروج من أزمة الثقة التي يعاني منها هو وحزبه؟ سيحاول استغلال الألعاب الأولمبية حتما، خصوصا وأن هناك حماس واضح في فرنسا خلال الأولمبياد. رغم أن ماكرون تعرض لكثير من الانتقادات قبل وأثناء الأولمبياد، لكن الجميع الآن سعيد لأن الطقس جميل، وهناك انتصارات رياضية مثل حصول السباح ليون مارشان على 4 ميداليات ذهبية. هناك الكثير من الصور الجميلة التي ستبقى في الذاكرة، والفرنسيون سعداء بذلك. لكن العودة السياسية مع نهاية الألعاب الأولمبية ستكون صعبة، لأن هناك جمعية وطنية من دون أغلبية قوية. هناك مجموعة يسارية تعتقد أنها فازت. هناك رئيس الجمهورية الذي يحاول إنشاء مجموعة مركزية لتكون الحكومة تحت إبهامه أو في سلالته. لن يتمكن من القيام بذلك بمفرده. وهناك ثلث النواب الذين هم من الجمعية الوطنية وهم من اليمين المتطرف والذين تم إعلانهم في المعارضة. لذلك سيكون الأمر معقد للغاية، وقبل كل شيء الفرنسيون يتوقعون التغيير، وهذا ليس ما سيقترحه ماكرون. الفرنسيون صوتوا ضد إيمانويل ماكرون، ضد سياسته. صوتوا ضد إصلاح التأمين، ضد البطالة، وحتى من اليمين. هناك أشخاص صوتوا لصالح اليمين لكنهم لم يعودوا يريدون ماكرون. هناك خيبة أمل بين الفرنسيين تجاه إيمانويل ماكرون. لقد سئموا. أعتقد أنه لا يريد أن يفهم ذلك. اليمين المتطرف صوتوا ضد سياسة ماكرون لأنهم لم يعودوا يريدون ماكرون. Mais non, l'extrême droite, ils ont voté contre la politique de Macron, ils veulent plus Macron. كذلك صوت اليسار ضده. حتى في أحزاب الوسط هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يتفقون معه شخصيا. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec lui, même dans ses députés. لذلك لا أعتقد أن الألعاب الأولمبية ستغير شيئا. À marche forcée, les Français ne suivent plus. Donc je ne crois pas que les Jeux olympiques vont changer quelque chose. Je veux dire, les Français ont vraiment... كيف تتوقعين مسار الأزمة السياسية البرلمانية وأزمة تشكيل الحكومة؟ هل ستجد حلا بعد انتهاء الأولمبياد وعودة الحراك البرلماني؟
Alors c'est la grande question. Entre les deux tours, entre le 30 juin et le 7 juillet, tout le monde a promis de travailler différemment. هذا هو السؤال الكبير. D'apprendre à travailler ensemble parce que بين الجولتين بين 30 يونيو و7 يوليو تعهد الجميع بالعمل بشكل مختلف. En tout cas, ça a été confirmé le 7 juillet, personne n'a يعملوا معا لان الجوله الاولى كما شاهدناها لم تفرز اغلبيه مطلقه. Alors après, est-ce que وبالفعل تم تأكيد ذلك في الجولة الثانية. لم يفز أحد بالأغلبية المطلقة. لذلك لا يمكن لأحد أن يحكم بمفرده. C'est-à-dire Macron et sa clique. هل يتحالف ماكرون مع اليمين المتطرف؟ أعتقد أن اليمين المتطرف الذي يضم 143 نائبا رد على ذلك برفض العمل مع شخص مثل ماكرون. يرفضه الفرنسيون. لذلك المشكلة هي أنه في الجمعية الوطنية لا أحد يريد العمل مع الآخر. هناك من يدعو إلى تحالفات كما في سويسرا وبلجيكا وألمانيا. تجمع بين أحزاب غير متوافقة، لكنها تتفق على برنامج حكومي. تحظى بالأغلبية وتتمكن من تمرير مشاريع القوانين الذي تحظى بالاتفاق. وبالنسبة لليسار لست متأكدة من رفضهم العمل مع ماكرون، لكنه هو وكتلته ربما لديهم تحفظ على التحالف مع بعض الأطراف في اليسار. لذلك أعتقد أن الأمر سيكون معقدا للغاية، وستواجه الحكومة القادمة صعوبة بالغة في تمرير أي شيء عبر الجمعية الوطنية بسبب وجود الكثير من الانقسامات. أعتقد أننا سنشهد عودة حقيقية للمظاهرات. لأن اليسار يريد الحصول على إلغاء قوانين مثل قانون إصلاحات التقاعد والتأمين ضد البطالة. وأن يتم حل الجمعية الوطنية خلال السنة القادمة. أرى الأمر هكذا لأنه لن ينجح والأحزاب الفرنسية لم تتعلم الدروس من هذه الانتخابات. Et l'assurance chômage et qu'on va avoir à l'Assemblée. بعيدا عن فرنسا وعلى الشرق الأوسط تحديدا، كيف تقرأين التطورات الأمنية الأخيرة من اغتيال رئيس حركة حماس، رئيس مكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، واغتيال قائد بارز في حزب الله، وتهديدا وتهديدات إيران بالرد؟ هل المنطقة مستعدة لحرب قد تطيح باستقرار دولها؟ وهل فرنسا الآن مؤهلة لدور سياسي سواء لتهدئة الأوضاع الأمنية بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى؟ هناك مخاطر حقيقية للتصعيد. في رأيي لا يمكن التعميم لأن إيران لا تريد صراعا يمتد لجميع أنحاء المنطقة، فهي لا تملك القدرة على ذلك، كذلك إسرائيل. ومن ناحية أخرى أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك امتدادا للصراع باتجاه لبنان، لأن حزب الله راسخ جدا في لبنان. وبالنسبة لإسرائيل سيكون ذلك في نهاية المطاف وسيلة لمحاربة إيران دون الذهاب مباشرة إليها. أما بالنسبة لفرنسا، نعم لقد فقدت الكثير من نفوذها في الشرق الأوسط، ثم فقدت مصداقيتها إلى حد كبير منذ 7 أكتوبر لأنها قدمت الدعم الكامل لإسرائيل. حتى ذلك الحين كان هناك دائما دعما لإسرائيل، ولكن في الوقت نفسه كان هناك حرص على الحفاظ على حقوق الفلسطينيين. على سبيل المثال ما حدث خلال الأشهر العشر الماضية لم يكن ليحدث في عهد جاك شيراك، ولم يكن ليقبل بذلك أبدا. الكاتبة والصحفية أنجليك فيرات، شكرا جزيلا لك. عراقي باريس، إطلالة على شخصيات عراقية مهاجرة اتخذوا من باريس أو فرنسا عموما وطنا بديلا بعدما غادروا العراق لأسباب شتى.
فأبدعوا وقدموا عطاءهم العلمي والثقافي والفني بصمت وصبر جميل. أقدم لكم اليوم الجزء الأول من حوار مع الشاعر والمسرحي صلاح حمدان. الشاعر والروائي والمسرحي العراقي المغترب في فرنسا صلاح الحمداني، اهلا ومرحبا بك. يا اهلا ومرحبا. الشعر هو لغه رقيقه ومرهفه، كيف تحولت من مقاتل بالقوات الخاصه الى شاعر؟ انا ما جيت من الرومانسيات، تعرفت على الشعر بالسجن. انا كنت سجين سياسي، كنت مطوع، جندي مطوع، صاعقه مظله يسميها ذاك الوقت. فرحت الى عمليه قوات المعسكر اللي بنوه في كركوك، واحنا كنا يعني سرايا عسكريه صاعقه ومظلين جدد في هذا البناء. من خلالها صارت احداث حول موضوع الاكراد ما اكراد، وكان هناك صراع مع النظام مع السلطه يعني، فكانت شغليتنا دوريات الى اخره. في يوم من الايام حتى اختصر، سمعنا عن العصريه المغرب شويه من المعسكر صوت اطفال يبكون ويصيحون، هناك صراخ في المعسكر. هاي اول مره انا اسمع فيها لان المعسكر جديد بعد خيم. فتسالنا مع الاصدقاء، قلت لهم تسمعون صوت انتو؟ قالوا اي. قلت لهم شنو هاي الاصوات؟ شو الجهال موجودين؟ قالوا اي، ذولا يجيبوهم الاستخبارات العسكريه ويضربوهم يذوهم حتى يعترفون وين موجود ابائهم او عمامهم، يعني البيشمركه اللي كانت هي معارضه مسلحه بالنسبه للسلطه. أنا بحكم علاقتي مع الأكراد، لأن كنت طفل في عباس أفندي وقنبر علي وشارع الكفاح، كانت عندي علاقة مع عائلة كردية، واحد اسمه علي خرابة، أموت هذا الاسم من أتذكر قلبي يعني أموت عليه، وكانت توكلنا رقي وجبن وكذا، كنت حياتي كانت وسطهم. فقلت أكراد من أطفال مثلي يعني شلون هاي استقبلتني؟ فقلت لهم ليش ما نطلعهم؟ قالوا ها؟ طيب انا مو صاعقه، انا كل شيء نعرف نسوي، خلينا نطردهم نطلعهم من الخيمه. خيم فكانت بسيطه للنزال وكذا، فاطلقنا سراحهم. ورا اسبوعين ثلاثه جو استخبارات عرفوا من ورا القضيه فاعتقلوني. بالسجن كنا من يعذبونا وكذا، طبعا كان تعذيب رهيب يعني. المهم كان واحد يوشوش يوميا بالليل كلام يقوله يعني ما انا ما كنت دارس، فما عندي ثقافه معينه حتى اعرف بالضبط هذا ايش ذا يقول الى اخره. ففي يوم من الايام جريت رحت شفته، قلت له انت شنو يوميه تهدي تحكي وتخربطه وكلمات ولغه شنو؟ طلعوا علي. هذا يصور بناني عندي في الثقافة كبيرة وسجين سياسي، فبالنسبة له سجين سياسي معناته بأنه عنده مشروع سياسي وثقافي، أنا ما كان عندي مشروع. قال لي لا أنا شعر. قلت له شعر؟ يعني شنو شعر؟ أول سؤال أستاذي، يعني شنو شعر؟ قال لي صدق أنت ما تعرف؟ قلت له لا. قلت له بس أنا أقدر أكتب شعر مثلك؟ هاي اللي تقوله أنت بالليل هو يريحني يعني ممكن أكتب. قال كل واحد عنده شعور إنساني وحاسيس يقدر يكتب شعر. فأنا قلت له يعني أنا عندي هواية حاسيس ما راح أحاول أن أكتبها شعرية. فرحت بفترة من الزمان بعد ما طلعونا من التعذيب، نبقى ننتظر أنه يقدمونا أمام المحكمة العسكرية إلى آخره، كان عندنا مجال أنه أتعلم، وجدت نفسي مع قادة عسكريين مسجناء سياسيين شيوعيين وقوميين وناصريين وبعثيين ومن يعني من الدعوة إلى آخره، مجموعة من الناس، وأنا وسط هؤلاء الناس، كانوا ضباط وعرفاء، أنا الوحيد كنت جندي ما عندي.
فذول سالوني ان السائل بالسجن شنو ما شنو وانت شلون ليش جيت؟ فحكيت لهم القصه فاهتموا بي كلهم. قالوا هاي شوف هذا الجيل العراقي هذا شاب فقط شاف شغله انقذ اطفال اكراد لا اكثر ولا اقل، بس موقفه رهيب انه هذا احنا فاهتموا حقيقه. فبديت اتعلم اللغه العربيه وياهم، اعطوني دروس وكانوا يعلموني ولعبت تعلمت شطرنج طيب شغله لانه من عوائل برجوازيه وثقافيه كانت مهمه بوقتها. فعلى الاساس انا كتبت تحصلت على قلم وكذا وكتبت قصيده. هو الرجل هذا هم طلعوا وي انا ينتظر المحكمه. فرحت شفته في يوم من الايام قلت له هاي انا كتبت قصيده اول قصيده قراها شققها. قلت له ليش؟ انت قلت لي حاسيس وهاي ما هي كلها حاسيس بيها. قال لي انت مخبل؟ لا تكتب هاي الاشياء. لحد الان ما اعرف انا ايش كتبت، ممكن كتبت في شيء تافه. قال لك شنو هذا دا يحكي؟ او هذا الرجل اذكى مني قال لك هذا يروح بداهيه ذا الحرس او الحراس يلقون هاي الورقه هو دا ينتظر محكمه ممكن يعدموه. اذا انا ايش قلت؟ ما اعرف، بس انا افتهمت مرور الزمن لليوم بعد 50 سنة من الكتابة والتجربة أنه أنت ممكن عندك شعور وحاسيس تكتب شعر، بس الكتابة مسؤولية مسؤولية، ما تقدر تقول أي شيء مثل ما يعجبك. هناك ناس تقرأ، هناك ناس اللي تطلع، إذن هناك معناته أنت عندك مشروع ثقافي. المشروع الثقافي بدأ من بدأ بدون معنى بدون تركيز بدون دراسة. بس انت كاسلوب للحياه في وقتها يعني حسب ما قريت من سيرتك يعني في بدايتك كنت شويه الى حد ما تشقي مثلا ما مهتم بمستقبلك الدراسي او ما اعرف وهي مسؤوليه الاهل اكيد ايضا، لكن انت ايضا ما اهتميت بانه انت انه تدرس تكمل دراسه كنت عبثي تميل للعبث يمكن اكثر انت كنت؟ اللي تقول بجانب صحيح بس بجانب ايضا ممكن بنوع من الخطا يعني كتفسير للاحداث. احنا كنا عائله فقيره مو بس اني، ملايين من العراقيين كسبها. فانت من يقعدوك وانت طفل عمرك 9 سنوات او 10 يقولوا لك روح الزم سره وجيب خبز وصمون بثلاثة الصبح بالاربع يقعدوك تروح تاخذ سره بالبرد وتنتظر امام مخبز وانت شبه حافي. العبث والفوضى تجي من تربيتك انت من نشوءك الاجتماعي. النشوء الاجتماعي من يكون بهالطريقه انت تولد من الخراب. الخراب انت ما الموضوع مو الاهل انهم ما يربوك. لا انا ذكرت هذا لانه خطر بالي انه الانعطاف المهم في حياتك لما قريت لألبير كامو وقريت اسطوره سيزيف اللي متعلقه بموضوع العبث او عبث الحياه وهاي اللي شدتك كثير وتاثرت بها كثير، فانت شوف شنو السبب التاثر بها. الكامو يعني ما كنت اعرفه يعني من كنت طفل الى حد 22 سنه أنا ما أعرف شنو كامي. الشيء الجيد بهذا الموضوع اللي تقول عليه أنت أنه في مقاهي بغداد قديما من في زمني أنا خلينا نقول بين قويسات بعض المثقفين كانوا يقرؤون الكتب ويتركوها يهملوها بالمقهى، ما يهملها لأنه اعتباطي، بس هو عنده إمكانية ويتصور هو شوف مشروع ثقافي بدون أن يكون دولة على مستوى شخصي. على مستوى الشخصي يقول أنا ما أخذ البيت خلي ترك الشخص ممكن ما عنده فلوس يشتري هذا الكتاب. اللي حدث هو هذا، أنا طلعت من السجن ما أهلي ما استقبلوني لأنه في المنطقة كنت أشتغل ويا إسرائيل وما يعني قصدي هذا الاسطوانة القديمة اللي عادة بها أنه إحنا ما عندنا سجناء سياسيين ذولا كلهم صهاينة ويشتغلون مع إسرائيل وكذا، ولا حتى إسرائيل ما أعرفه يعني قصدي هذا أحداث مو بس أنا حالي هاي تمس ناس كثيرين هذا اللي قصده. فمن التقيت مع هذا الكتاب هذا اللقاء كنت في مقهى قريت ألبير كامو ما أعرفه أسطورة سيزيف كل شيء ما أفهم شنو أسطورة وشنو سيزيف. لا هذا الموضوع بس أتحدث عن اللي شدك إيه. فأخذتها أني هذا الكتاب. أنا كنت أسكن بالحيدر خانة في مكان كان في وقت دعارة
في الحيدرخانة حتى الميدان، هاي مناطق دعارة كانت موجودة. فكنت ساكن عند وحدة كانت هي قديما وأصبحت في المستقبل التقت بها، نطتني غرفة إلى آخره. بالنسبة لها أيضا هذا مو جزء من العبث اللي عندك؟ هذا الصدف حاليا لحد الآن، هاي الصدف اللي تخلق هذا الموضوع. أنا حتى ما أنسى أنه أنا بالحياة حدثي هو اللي حركني، وليس معلوماتي أو ثقافتي، حدثي. نلتقي بيك أنا حدثي يقول هذا خوش ولد، أذن تثق بالحدث؟ أي طبعا، لأنه مرات أخطأ بس نادرا ما أخطأ. فاللي حدث هذا أنه الكتاب أخذت الغرفة مالتي، غرفة صغيرة بالحيث وراء الجامعة، فقمت أقرأ. ما شدني أنه أنا كنت في وضع ممكن أنتحر. بالسيزيف دي يقول الناس مثلي أنه أنت، يقول دائما فكروا أنه سيزيف هو سعيد وليس حزين. أنا رجل ممكن أكون حزين بس أبدا ما أكون تعيس. التعاسة تختلف عن الحزن، هذا مثل الفرق بين الذاكرة والذكرى. هناك شغل بالأقل هو أنا أشتغل عليه. فهذا اللي حدث من قريت أسطورة سيزيف، هذا الرجل كامي فهمني أنه أنت ما بحاجة أن تنتحر، أنت رجل سعيد وسعادتك أنت أقوى من الآخرين، أنت طالما حي ترزاق، أنت ما حد يتمكن منك، ما حد قضى عليك، إذن أنت رجل سعيد، أنت كائن سعيد. فهذه الصخرة اللي حكموا عليها الآلهة أنه سيزيف صعد وهي تنزل إلى آخره، هذا حكم آلهي، حكم أي شيء يكون حكم سياسي اللي أنا مريت به بعدم جدوى المحاولة. لا، أنه المحاولة ضروري تستمر بالمحاولات رغم أنها ما بيها معنى، ما بيها فائدة، هذا هو المقصود. بس فائدتها وين؟ فائدتها أنت تعرف ليش موجود على الأرض، أنت تعرف ليش تعيش، أنه أنت تعيش لأنه صعد الصخرة والصخرة تنزل وهكذا هي دوالي. إذن أنت حي ترجع، أنت أفضل من الآلهة، أنت أقوى من الحكام، أنت أقوى من الطغاة. هذا هو اللي أنا فهمت بعد ما قريتها طبعا، من فهمت بأنه أنا كان اسمي موجود على يعني ليست أو صفحة سوداء ما يسموها بذاك الوقت. فقلت لأصدقائي أنه روح لباريس. إيش معنى باريس؟ لأنه كامي فرنسي. وإذا تروح تشوفه؟ لا، ما ميت هو الرجل في وقته، بس الفكرة كانت أنه البلد اللي ممكن أن يعطي إمكانية إلى فيلسوف وراوي مثل كامي، معناته هو بلد يستحق الاحترام. لا أقصد لما تفكر أنه أنت متجه إلى باريس، ما تشعر بالخوف؟ لا، أنه أنت ما مسلح بالثقافة الكافية؟ لا، هو هذا الموضوع، أنه هاي الصخرة راح أحملها أني وين ما أروح. أوكي. الفلسفة تقول لك هذا الموضوع، أنه أنت كنت تعيس أو محزين أو عندك مصائب في حياتك وكدر وظنى، وين ما تروح هو وياك. حتى لو تسافر يعني مثل ما نقول، وين ما تروح انت ظناك وحزنك وياك. هذا الموضوع انا ادركته مبكرا، انه وين ما راح اروح. ايه عمرك كنت؟ بوقتها كان عمري 22 سنه. وباريس كيف استقبلتك؟ ما حد، انا جيت لان التقيت، شوفوا الحديث، انا التقيت بواحد تونسي في بغداد مقهى ام كلثوم، وهذا التونسي قال سمعت انت تريد تروح لباريس. قلت له اشتغلهم باريس. قلت له شو معرف. طبعا قال لي شوف انا راح اعطيك عنوان واعطيك بطاقه مال مترو. قلت له شنو مترو؟ قال هذا قطار جو القاع. قلت له تورطني انت؟ شو يعني؟ بقيت اي انا اموت على هاي السالفه. قلت له زين، انا رايح جو القاع اكو قطار. قال اي. وانا فراح اعطاني البطاقه ورحنا سوق هرج، والعنوان خيطه بجنطه مال الجيش، ماكو هالشله على اشتابه، خيطه جوه. قال لي من توصل للمحطه هاف الاستخبارات هنا ياخذون العنوان ويشوفوا عندك، وانت عندك مشكله مال الجواز ومال رفع منع الى اخره حتى ما تورط الناس الى اخره. اعطاني هذه ورحت. المهم فمن وصلت الى باريس طلعت الجنطه وقمت افتح بها الى اخره، فطلع العنوان ورقه كل شيء ما أفتهم منها هني. طبعاً الأرقام بالعربية وأنا أقرأ الهندية لأنه مدارس ما تقدر همي. أنا يعني فتش. هل تقدر تقرأ عربي كرت؟ لا أعرف عربي بس الأرقام الأرقام ما كنت أعرفها. أنا ما أعرف أصلاً هي عربية.
كنت الهندي يعني تعلمت العربية بس للغرض اللي الغرض اللي يهمني أنا ما كنت أبحث عن شيء آخر. طيب كيف وصلت إلى موضوع الدراسة موضوع هذه؟ بعدين لقيت الناس اللي كذا وهذول التوانسة التقيت بيهم، وهذا أيضا حدث يراد لوقت كامل حتى أصيغ شلون وصلت كذا. أنا كتبت بعض الكتب يعني وريت 3 أيام 4 في اليوم تونسي قال لي تعالوا يعني، ودوني إلى جامعة اسمها وقتها اسمها باريس الثامنة. وهي باريس الثامنة جامعة تأسست بعد أحداث 68 في فرنسا بثورة الطلبة. بثورة الطلبة هذا اللي حدث، فمثقفين مفكرين بنوا هاي الجامعة وطوها منهجية أنه هي تقبل الناس الفقراء والكسبة اللي ما عندهم شهادات بس عندهم رغبة بالدراسة. اها فمن انا اتذكر من دخلت مع ألان وزوزي احد المدرسين كان بهاي الجامعه تونسي، العميد الجامعه انا ما اعرف فرنسيه يعني قال لهم فحكوا له انه انا يعني بس انا عندي كان دفتر الخدمه وياي والرفع المنع بالعربي. صحيح. هذا ساعدني كثير. التوانسه ترجموه ورقة طبقة مع الدولة. أي. فقالوا بأنه فمن دخلت على العميد قال لهم شنو ها؟ قالوا له كذا كذا يعني شرحوا له شوية وضعي إلى آخره. فقال لهم هو هذا شاعر تقول يعني شاعر. قالوا إي. قال خلي قرأنا قصيدة. العميد. هذا الاختبار يعني. أي. عيناك مدينة قمت أن أقرأ. قال لك هاي. هذي ما أعرف خلصت قال لهم نقبله. هذا هو شاعر. هذا بعدين اكتشفت إنه هو ترجم كل مؤلفات مايكوفسكي الروسي. شوف الأحداث، شوف الحدث. هذا اللي حدث. فهذا قالوا وطوني 10 سنوات إقامة لأنه أنا كنت أدرس كورسبوندنس يعني بالمراسلة. هالشكل سويت. كيف كنت تدرس ومصاريفك؟ في وقتها أنا تعرفت على امرأة فرنسية هي اسمها دانيال غولون، وهذه المرأة بعدين زوجتها وخلفت منها بنت، خلفنا سوى بنت اللي هي اليوم عايشة ترزق وأنت يعني أحفاد منها. بوقت هاي الفترة 3 أشهر أنا تعرفت على البنت، كانت تجي يم هذا الطيار إلى آخره، فصارت علاقة. هي فرنسية فقالت لي ابقى معايا بالبيت. من خلالها أنا قمت أشتغل، رحت سوينا قمنا نسوي يعني وأتليات ورشات عمل الآخري مسرح شعر يعني قصدي يعني كنت يعني استفدت حيوي يعني استفدت من وصامتك. لا أصور أنا فقط كانوا هناك ناس أجمل مني، بس أنا لأنه ممكن صدوق وسيم وشرقي صدوق. أها. أنا ما جاي من الـ يعني هم يعرفون الشرقيين يعرفون المغاربة يعرفون المغرب العربي الفرنسا، الشرقيين كانوا بعض السوريين بعض المفكرين اللبنانيين. أنت جاذبيتك على النساء تعتقد بسبب صدقك؟ سبب خلينا نقول بسبب يعني شخصيتك؟ ممكن شخصيتي خارج نطاق الوسامة إلى آخره، لما لا أوكي إذا كان هو هذا الموضوع، بس اتضح بأنه الموضوع مو هنا، إنه أنا كنت يعني دائما كنت كفوء بشغلي وبعملي وكنت صدوق يعني أنا اشتغلت عدة مهن. أوكي أنت وجدت أمرأة اللي ترعاك أمرأة بس يبقى تحتاج إلى الشغل. قمت أشتغل بسوبر ماركت بالليل. أها. يعني بالفجر أروح بالفجر وهي سنوات طولت بالفجر أروح أملأ السوبر ماركت علب مع علب وحصل على راتب، وبالليل أروح دراسة ليلية بالمسرح. جرى مؤخرا بباريس احتفال الإطلاق الرسمي لغرفة التجارة الدولية في العراق، والتي ستعمل على تعزيز مكانة رجال الأعمال والغرف العراقية في كافة أنحاء العالم من خلال المنصة الواسعة لغرفة التجارة الدولية وخبرة التحكيم التجاري الدولي. مزيد من التفاصيل مع هذه التغطية. تأتي أهمية هذا الإعلان من حجم وتأثير غرفة التجارة الدولية
التي تأسست في عام 1919 بباريس، وكان من أبرز مؤسسيها ورئيسها الأول وزير المالية الفرنسي إتيان كليمنتال، والذي لعب دورا كبيرا في إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة في عام 1923. كان الهدف من إنشاء الغرفة خدمة قطاع الأعمال الدولي بتعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق، حتى غدت تمثل اليوم أكثر من 45 مليون شركة أعمال في أكثر من 170 بلداً. كما أن انضمام غرفة التجارة الدولية للعراق سيرفع عددها إلى 92 غرفة حول العالم. الاي سي سي هو منظمة عالمية معروفة وساهمت في إعطاء الحق لكثير من الدول عندما تكون العقود يعني متضمنة الاي سي سي أو غير الاي سي سي، يعني تكون مؤسسات التحكيم عن طريق المؤسسات. والعراق اللي يعرف بين من خلال الاي سي سي نجح في موضوع حصوله على من خلال خط جيهان التركي، كانت بداية. وأحب أقول إحنا سرعة قبول العراق وعملنا الدؤوب من خلال عامين، إن أحد القضايا اللي خسرناها هي شركة هورس المصرية اللي كانت عقدها ب 27 مليون دولار ودفع العراق غرامة يعني توصل إلى مليار دولار. الإعلان الذي تم في مقر غرفة التجارة العالمية بباريس، ثم تلاه احتفال في مقر السفارة العراقية بحضور السفير العراقي وعدد من الشخصيات، سيؤمن قيمة حقيقية للشركات العراقية وللمؤسسات الاقتصادية العاملة ضمنها. من المهم جدا بالنسبة لنا أن نعول على مشاركة القطاع الخاص العراقي وانضمام الشركات العراقية إلى جميع أنشطة غرفة التجارة الدولية، لأنها منصة عالمية تجمع الشركات وتساعد على إيجاد حلول للتحديات الرئيسية للتجارة والاستثمار الدوليين. ذلك سيؤدي إلى جلب أفضل الممارسات الدولية إلى اقتصاد البلاد، وبالتالي جذب الاستثمارات والسماح للشركات العراقية بالتصدير إلى المزيد من البلدان وفي المزيد من القطاعات. لتشكيل لجنة وطنية تابعة لغرفة التجارة الدولية، فإننا نتبع الإجراء الذي نسعى فيه أولا إلى جمع القوى الاقتصادية الرئيسية في البلاد، وهنا نعتمد على الدعم المهم للغاية الذي يقدمه اتحاد غرف التجارة العراقية، ولكن أيضا دعم الشركات من مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي وأيضا دعم الحكومة، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا، لأننا مع اللجنة الوطنية العراقية سندخل في أنشطة حوارية بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحسين ظروف الاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال في العراق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. الغرفة التجارية الدولية العراقية ICC Iraq ستكون داعمة للأهداف المؤسسية لغرفة التجارة الدولية، وسيساعد أعضاء الغرفة الدولية في العراق في صياغة سياسات غرفة التجارة الدولية وتنبيه الجهات الحكومية إلى ما يثير اهتمام الأعمال التجارية الدولية. أي اقتصاد دولة إذا ما بي يعني معايير مهمة اللي هي التحكيم أولا، ثانيا تقييم المشاريع، أي مشروع ممكن أن تقيم الاي سي سي لأنه عندهم لجان متعددة بتفاصيل كاملة عن العقود بقوانين بهم، فلذلك الاي سي سي مهمة، ومهمة مو فقط التحكيم بل بالعكس شغلات أخرى كثيرة، مثلا التريننج شركات الصغيرة مستعد الاي سي سي أن يدخلهم دورات تدريبية، كيفية كتابة التندر، كيفية كتابة العقود، كيفية تقييم المشروع، هاي كلها متعلقة بغرفة التجارة العالمية.
وبسبب بيئة العمل التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار. لذلك تتزايد أهمية العناية بالتحكيم التجاري وطرق تسوية النزاعات، فضلا عن أهمية الاهتمام بالاقتصاد الرقمي والملكية الفكرية والتجارة والاستثمار. Alors nous avons beaucoup de projets de لدينا الكثير من مشاريع بناء القدرات والتي تتراوح بين التدريب والتحكيم. يمكن أن يستمر التدريب ليوم أو لعدة أيام، يمكن أن يكون بصيغة اجتماعات مع مجموعات متخصصة تجتمع حول موضوعات متخصصة أو موضوعات مختلفة. على سبيل المثال، لدينا مشاريع تطوير لمحامي الشركات أو للمستشارين الداخليين والذين سيكون من المهم التركيز عليهم. De leur nature, par exemple, nous travaillons beaucoup avec des juristes d'entreprise, des in-house counsel. لأن ذلك سيؤهلهم لوضع شرط التحكيم لدى المحكمة الجنائية الدولية في عقودهم التجارية. De travailler parce que eux seront à même de mettre, de faire mettre une clause d'arbitrage CCI dans leurs contrats commerciaux. هذا كل ما لدينا من بريد العاصمة الفرنسية، قدمناه متمنين لكم الفائدة والمتعة. إلى اللقاء.